حد جديد. ملعب سير. ملعب يا ملعب زوح. لا لا زوح زوح نظبط. زوح 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 اوكي زوحت اوكي. قلت لك زوح. زمان على التحديات بيني وبين كيكي. التحدي اليوم هو تحدي الاكلات. رح نشوف انا وياكي مجموعه اكلات ما بنعرف شو هي وما بنعرف من اي بلد. بدك تعرفي الاثنين شو هي. تمتحن ثقافتي اي بلد وسالتك بنفس الوقت. اي بلد صاحب هيك الاكله. العبوا معنا وخاصه اذا بتطلع اكل من بلادكم فجروا لنا الكومنتس. وهيك هيك نزلتوا على الكومنتس اشتركوا بالقناه وفعل الجرس. ليه لا كثير طلعت كثير يعني يمكن ما يشتركوا. بنعيدها؟ لا قلتلك مثل ما هي بس انا عم اقول لك طلع كثير معك رفيعه. يجوز ما يشتركوا او يجوز يفعلوا الجرس بنسبنا كمان. فعلوا الجرس. الاكله الاولى اللي معنا 10 ثواني هيدي منسف. منسف اردني سعودي. طوال العشر ثواني. ايه نسبة على ويكي في خبرة اسم الله. بس انا قلت منسف. اي سوري بقى بس انت قلت انه سعودي. اول مرة بسمع انه في منسف سعودي بس انه اوكي. بس عرفت انه منسف. برافو كيكي. سوشي ياباني. هي انا بس مفكر لحظة انا رايح على العالم العربي عم بقول لك سوشي وعم فكر وين؟ بدي لك فلسطين سوريا عم فكر ببلاد صرت انا. ياباني اللي بيعملوا السوشي حبيبي. سوري عم زد لك معلومات. فول 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 لك هيدي فيها لحمة. اي فول ايه هيدي طبخة شيء. هيدي مثل يخنة بطاطا. ايه ما فيها بطاطا. لا ما فيها بطاطا. شو فيها فول فيها لحمة وحمص. شو هي الاكلة يا من المغرب. ليلى يا محتالة شو حاطتين بس شو اسمها الحريرة. اسمها الحريرة سامعة فيها. ايه بس ما عرفتها من الصورة. حريرة حريرة اكلة مغربية كتير طيبة. هيك بتقلي ليلى انا مش اوكي. نداء الى ليلى. ليلى بتجهزي لنا طبخة حريرة وبتجيبي لنا اياها على البيت. بدنا ندوقها ليلى. بالي بايلا ايطاليا. بايلا ايطاليا ريزوتو. بايلا ايه مبلا بايلا. بايلا بايلا هيدي صح. اسبانيا اسبانيا. راتاتوي مش هيدي سر. هاي راتاتوي مش راتاتوي. راتاتوي بتكون هيدي الراتاتوي. هيدي تبع الفيلم هيدي تبع ديزني بس ما بعرف منين مصدرها. فرنسا. هيدي الراتاتوي بتكون قطع صغيره كيوبز. الراتاتوي بلا راتاتوي فرنسا خلطبيتها بالصلصه. عرفتها من ورا الفار اللي بيعملها. راتاتوي برافو عليك. وعبالي دوقها كنت بايده كمان قد ما بالبلبل. شو هيك شي سويت هيدي. لا ولا هيدا بيض. هيدا سويت شيء مدهون باللوز كله مكسر عليه لوز. كيكي مش سويت هيدي حبيبي جبنة. شو اسمها بيض. بيض مسلوق مع لوز. لك ايه وهيدي كمان ما بسطيلة بالدجاج. لحظة ليلى جابت لنا كل الأكلات اللي ليلى عم تعرفنا على المطبخ المغربي. بسطيلة بالدجاج صراحة مش أكلتها. ليلى صار عندك طبختين. لا ايه استفلة يعني انت عم تعرفينا على هالثقافة فتفضلي. عسل. هيدا عسل اكيد لان هيدا انيت هيدا تبعت العسل. رز ولا هيدول فيهم فستق حلبة يعني اكل يعني يعني ايه. حلو سويت بس ما عرفتها. من الجزائر الرشتة. واو عم نتعرف معكم على اكلات. واو واو كمان ان شاء الله نكون عم نقول اسامي صح. طيبه تاكو. اوكي تاكوس مكسيك. بس شايفه انا هلا ماني مبسوط. روحي بتشوف اول شيء اذا صح ولا لا وبقول لك انا اللي ماني مبسوط. خليني بس اتاكد هلا عم تاكد انه التاكوس اذا مكسيك ولا لا. ما البايلا كنت كتير واسع انا من ايطاليا. تاكو مكسيك. اوكي خليني بس حط بوز بقول لك شغله ماني مبسوط. عم نعرف الاشياء العالميه اكثر من الاشياء العربيه. ايه ليه ما في مطابخ من كل البلاد العربيه بكل الدول العربيه؟ انا اطالب من هذا المنبر. انا بطالب بهيدا الشيء. بدنا مطبخ مغربي بكل الدول. بدنا مطبخ جزائري ولبناني. بدنا نسمي كل الدول وفلسطين وهلا بننسى واحد بالغلط وبيزعل ودخيلك. بدنا مطبخ لكل الدول العربيه اللي عم بتتابعونا منها. سوري طب ما شفت رجعت سميتهم كلهم هلا. وسعودي ويمني وسلطنه عمان وقطر وبحريني واماراتي وسوداني وليبي وبدات شوف من هونيك هلا ومغرب وتونس وجزائر. كيك خلص شفتي ان شاء الله ما حدا يزعل. ان شاء الله ما نكون نسينا شيء. شو هيدا رز على الدجاج؟ رز على الدجاج لبناني ولا برياني؟ برياني مش هيك البرياني. مش هيك البرياني؟ مش هيك البرياني. رز على الدجاج لبناني. ما في رز على الدجاج لبناني. رز على الدجاج هو رز على الدجاج. هيدا دجاج ولا هيدا ما يكون خروف؟ لا لا دجاج ولا ولكن لك شو هيدا؟ مندي. مندي اليمني بس ما هو مثل يعني هو عرفت شو اكيد غير ايه؟ غير نكهات بس كشكل رز على الدجاج تقريبا. هيدي معكرونة شو عليها؟ لحمة؟ مدهنة هاللحمة. ما بعرف هالأكلة منين. مدهنة بس شكلها طيب كمان. بس مع انه كمان في حمرا. ايه وعليها قطعة لحمة من فوق. ايه لحظة شو اسمها؟ المبكبكة. المبكبكة الليبية. شو المبكيكة؟ يي يي لا 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 لا
لا يي سوري سوري يا جماعتنا من ليبيا. لا 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 بحب اهل ليبيا يعرفوا روح النكت اللي عندك. يا ريت بتروحي بتحضرينا شي ناكله مبدئيا. بكبك هيدي اجر تركي هيدي. لا هيدي مش تركي لاج يا كيكي. هيدي تركي هيدي اجر خروف. لك الرز شو حلو. كثير قسم منكم عم يعرف هالاكلات لانه من بلاده. الفتة المصرية. مش هيك بتجي الفتة المصرية نحن لما نطلبها؟ وين الخبز؟ فتة مش فتة المصرية فيها خبز. وين الخبز؟ ما لو شفت الخبز كنت دغري عرفت انها فتة. لا عن جد لا هيدا شي بيقتل. زبيب وجزر. زبيب وجزر ورز ولحوم. ويا مامي شو طيبة يا مامي شو طيبة. من وين ما كانت بدنا ندوقها. من وين ما كانت بدكم تأمنولنا إياها. من العراق. الأوزي. الأوزي نحن بلبنان نعمل أوزي رقبة عرز بنسميها. ايه مزبوط. بس ما بنحط عليها زبيب وجزر. صح صح. كشري مصر. قلت مصر. انت ما قلت مصر. يا لا عيب عليك. عيب عليك. معقول هلا سبقت مع انه هلا معقول ربحت لاني قلت مصر. اللي مش دايق الكشري لازم تدوقه. اللي عم يحضرنا مش دايق الكشري المصري اكل لا تفوت قد ما طيبه. طيبه كثير كثير الكشري المصري. لبن. لا بس لا هيدي مش كبه بلبن. هيدي لبنيه. هيدي لك لحظه بلا كبه بلبن. لك هيدي اللي مش كبه بلبن. ششبرك. ششبرك لبنانية او سوري او فلسطيني. شامي يعني. شامي شي بلد فلسطين. ششبرك. ششبرك حطينا من سوريا بس انه ما رح نعطيها. كنا بنعملها بلبنان. ما هي شاميه يعني. هي ما متعارف عليها. ششبرك كمان اكله كثير طيبه. يامي بازيلا. بازيلا ورز. لا ما في بازيلا في حمص. هذا الاخضر بازيلا. بازيلا ورز وحمص و... هذا رز ولا فلافله. ما تكون مش بلا. فاصوليا بعتقد قاطعه هيدي. اكله قاطعه هيدي مش لحمه. هي فاصوليا. لوك عم بتطلع تحت عم بقول لك هيدا مش رز هيدا برغول. هيدا كسكس. كسكس المغربي. طبولة. طبولة لبنان. لا بعتقد انه ماشي ورايك انت. بس فيها كتير برغل هالتبولة. لا هالتبولة فيها كأنه برغل أكتر من البقدونس. من البقدونس فيها كتير برغل. حاسس هالتبولة. اوكي تبولة لبنان. وانا شايفك عم تمدي ايدك. اوكي 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 عشي صحن تبولة هلا. هيدا كبسة سعودية. كبسة السعودية أشهر من أن تعرف. مع أنه أنا عبالي دوق الكبسة السعودية من السعودية. ماشي قريبا رايح. اخذني معك؟ لا أنا رايح عندي مشروع بدي أعمله هونيك بالسعودية وفي في في ناس ناطريني. رح أروح بدي يدوقون الكبسة. ما أنا بروح بس بأكل. إيه عبالي هيدي الكبسة بهالصورة. لحم بعجين. لحمة بعجين لبناني مفتوح. بس فيها دجاج. فيها دجاجة هيدي. لا شو مش لحمة بعجين شو هيدي؟ دجاج بعجين. شو؟ ما في شيء بالعالم اسمه دجاج بعجين. شو دجاج بعجين؟ ما بعرف عبالي اعرف من وين. سخن اسمه بس شكله كثير بشهي. بس شو هو شو مكوناته؟ اكتبوا لنا شو مكوناته. شو ايه عن جد شو مسخن؟ هيدي كبه زغرتويه. عم تمزحي؟ لا هيدا معمول روق. لا مش كبه. مش شو كبه؟ منين جبت الكبه؟ شي في شيء سايح جوا ما فيش لحمه. هيدا معمول. معمول بشو؟ بالتمر؟ تمر وكل البلدان عندهم. الكليجة. اوكي صار في اكلتين انا رايح اكلهم بالسعودية. فيري فيري سون انا طاير على السعودية. اذا ما اخذت معك خبركم على انستغرام بستوريز. هالكليجة فيك تجيب معك. الكليجة فينا نجيبها. بتجي معك بتجي ايدك في ايدك فاضية انت ورجع من السعودية. وجيب لك معي تبر وارد كبسة. تبر وارد كبسة بجيب لك اياها كمان معي من هوني. خلص وميل من عند البيك. خلص تكرم عينك. تكرم عيني. رايح صرت جيب لها اكل وجاي. بطل عندي شغل. هاي دول كانت مجموعة اكلات شفناها اليوم. حبيت كثير الفيديو. بلكي بنعمل منه جزء ثاني وثالث لانه عن جد انبسطت فيه. انبسطت بهيدي المعلومات. ان شاء الله تكونوا انتم كمان حبيتوه. بدنا مطبخ عربي بكل بلد عربي. عميقة. باي.